شراكة 300 سيدة وشاب شاركنا بمئات المنتجات الريفية بأنواع الغذائية والطبية والملابس والمفروشات والإكسسوارات. يستمر معرض منتجات المرأة الريفية المقام في إطار مهرجان معا لدعم مشروع في كل منزل ريفي بحديقة تشرين. نور، يعني المرأة الريفية عم تنتج دايما بأناملها أعمال فنية عم تعكس خبرتها وإبداع على تقدم تصاميم مبتكرة بتساعدها بتحسين مستوى معيشة عائلتها وتعزيز موهبتها لتكون قدوة لأبنائها وشريك أساسي بالتنمية المجتمعية. واليوم معنا السيدة وفاء حسن، رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية بطرطوس، وأيضا السيدة سلوى حسين، حرفية بصناعة الكروشيه. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباحك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم على الشاشه الاخباريه ويسعد صباحكم. بالبدايه خلينا نحكي عن معرض منتجات ومشاريع المرأة الريفيه ومشاركتكم فيه. معرض مركزي بيضم كل المحافظات، بتشارك فيه نساء ريفيات صاحبات مشاريع. طبعا المتميزات اللي بيشاركوا بالمعرض بننتخبهم، يعني في كثير مشاركات بس بيجي عدد محدد. بيشاركوا بكل انواع المشاريع المختلفه، من صناعه غذائيه لحرف يدويه لصناعه صابون، كريمات، مواد تجميل، صابون. كل فلاحه او كل مشاركه شو عندها مهاره بتكون عندها مشروع خاص فيها على مستوى المحافظة بتجي بتشارك فيه على مستوى بشكل مركزي. تماما. سيدة سلوى، يعني كيف عم تلاقي الإقبال على هالمعرض وأيضا عم بيكون في شيء مميز؟ قديش العالم عم تنبهر بهالصناعات اليدوية اللي عم تتميز فيها المرأة الريفية السورية؟ دائما الصناعات اليدويه فيها ميزه ان الواحد بيحط روحه موجوده بالعمل اللي عم يعمله، وكان الاقبال كثير كثير جيد وممتاز. وهي نحن شاركنا بكذا معرض يعني بالمحافظه هون من قبل. طيب اليوم يمكن جايبتينا مجموعه من مشاركتك بمعرض منتجات ومشاريع المرأة الريفيه، خلينا نشوف بعض من الكروشيه. طبعا هو البارز اكثر شيء، هو انا بحبه وحاولت أقلم فيها كثير واتقنها زياده واخذتها مهنه، وعن طريق الوحدات الارشاديه هي ساعدتنا وعم يمشي الحال بالامور. في شيء مميز، يعني اضافات جديده عم تكون للكروشيه، يعني لمسه جديده؟ دائما نحن الكروشيه يعني معروف بنمط واحد، اليوم قديش عم يتم تطويره؟ هو دائما بدي واحد يمشي مع الموضه والشيء الجديد، بدك تمشي احيانا الالوان، احيانا ممكن تحولي من اي شيء قطعه تضيفي لها كروشيه بتطلع قطعه مميزه. الملابس فيك تضيفي لها كروشيه تغير شكلها وموديلها اذا كانت قديمه يعني. بس انا هلا اختصاصي دائما مفارش تخوت، طاولات سفره. خلينا نحكي هيدا مفرش تخت. هيدا مفرش تخت. اكل معي وقت 6 شهور لانه كله قطع صغيره عم تنوصل ببعضها، يعني في تعب وفي اتقان بالقصه. وهذا مفرش طاوله. يعني اليوم بالفعل يمكن وقت يتقدم شيء مميز بتنشأ علاقة حميمية بينك وبين القطعة وقت عم تساويها، يعني كيف بيكون يعني شعورك؟ كتير حلو، يعني وخاصة بس تخلصي وتشوفي القطعة كاملة بتحسي حالك مثل ولد من أولادك، يعني بتحسي كتير قريب عليك وبتحبي كتير كتير. ونحن عم نحكي عن مجهود كبير، لما نحكي مثلا عن مفرش أخذ منه وقتك 6 شهور، يعني في شغل ودقة. دائما الكروشيه دائما في لمسة أنثوية وفي دقة يمكن بالقطب اللي بتشتغليها. طبعا، لأنه إذا عدد غلبطتي بعدد بدك تمشي على العدد، إذا بتغلطي بعدد بده يخرب معك الشغل كله. خلينا نحكي عن هي اللوحة. هي لوحة إيتامين. على طريق مبدأ الكنفة بتشتغليها وبعدين بنقص من بروزة. وقت عم يكون في سيدات عم يقدموا شيء مميز، وخاصة كل سيدة عم تنقل يمكن طابعها الخاص بالمحافظة اللي هي فيها، قديش عم يكون في تنوع وبنفس الوقت في تناغم بين السيدات؟ طبيعي، هلا يعني على كل قرى المحافظة وعددها الكبير بتلاقي كل سيدة عندها موهبة أو عندها ميول معين. هلا يمكن هو بيتبلور من خلال وجودنا نحن ككادر بمديرية الزراعة، منتشر على مستوى الوحدات الإرشادية. يمكن كادرنا بيتجاوز 140 مهندسة متوزعين على الوحدات الإرشادية، فنحن من أحد أهداف
مديرية تنمية المرأة الريفية والدوائر بالمحافظات أنه أنت عم توجهي السيدات على أنه تنمي هالميول اللي عندها. فمن ضمن هالخطط والبرامج عم نتوجه لهم لهدول الصبايا يمكن بأعمار صغيرة أو أعمار كبيرة أنه أنتوا اسقلوا هالموهبة اللي عندكم، عم يخضعوا لدورات تدريبية لبيانات عملية أحياناً، أنه مو بس أنت اشتغلي لبيتك، هي غالباً عم يشتغلوا للبيت، ممكن توصي للجيران. هلا بيبقى انه عم نشجعهم يكون لك انت مشروعك الخاص، هيدا هدفنا بالنتيجه. وهيدا هذا اللي بدي اسالك عنه، قديش عندكم ممكن مجهود كبير ودوركم اليوم في تنميه المشاريع الصغيره للنساء الريفيات لتكون فعلا هي معيله البيت ومعيله نفسها، لانه بظروف الحرب في كثير منا خسر يمكن قريب او عزيز او حدا من العائله هو معيله. اليوم في دعم كثير كبير للمراه الريفيه من خلال هي المشاريع الصغيره، كيف عم يتم دعمهم من خلال هاي المشاريع؟ كيف عم يتم انتقاؤهم؟ اليوم عم نشوف هيدا المعرض نوع لتسويق المنتجات مشان ما يكون المنتجات في إطار القرية أو المكان المتواجدين فيه. بالضبط، هو وجود المعارض كتير ساعدنا، ما هو من صلب عملنا أنه يكون عنده مشروع خاص فيها. هلأ سابقاً قبل الأزمة كنا نوجه، وبصراحة كان التجاوب مو لهالدرجة، لأنه منرجع نقول كان الوضع الاقتصادي أحسن، كانت القدرة الشرائية مقبولة. نحن ريف طرطوس فيه ميزة أنه السيدات متعلمات، يعني نسبة التعليم والشهادات الجامعية منتفاجأ بكترتها. أما هلأ في ظروف الأزمة وكثير نساء فقدت معيلاتها، صار أنه حاجة ماسة أنه يكون عندها دخل للسيدة، فسهل لنا العمل. هلأ وجود الكادر الكبير كثير بيساهم، بس قد ما كان كبير إسا لازم يكون أكبر، لأنه بتلاقي بالوحدة الإرشادية بتبالى 10 قرى أحياناً، فنحن عنا مسؤولة بقرية أو بقريتين، فما بيقدروا يغطوا الكل. هلا هون الصعوبة كانت إنه المهندسات بالوحدات الإرشادية عم يحاولوا يشتغلوا على كل القرى، خاصة إنه في معرض إنه ما نغفل ولا سيدة عندها مشروع خاص لو من خلالنا أو بمجهودها الشخصي إنه تشارك بهيك معرض. هلا خبرتينا يمكن إنه كان في عدد كبير من السيدات اللي عم يقدموا مشاريعهم، ممكن بالمستقبل يتم كمان استقطابهم لمعارض تانية؟ أكيد هن بيتمنوا، أكيد بيتمنوا. هلا نحن ما قدرنا نجيب غير بالقادرين يجوا، حتى في صاحبات مشاريع لأنه مدارس هلا ما بيقدروا يجوا. هو حاجة ملحة صارت، وهن ما عم يسترجوا يعملوا إنتاج خصوصي بالصناعات الغذائية بكم كبير، بيخافوا أنه ما يصير هالمعرض. إن شاء الله بيصير ضمن برنامج سنوي. هلأ هو بمجهود شخصي يمكن من السيد الوزير والدكتورة رائدة أنه كل سنة عم يصير معرض، بس ما أنه من ضمن يمكن مو مرصد له بشكل سنوي أنه ضمن الخطة الوزارية، بس يمكن ضمن الإطار الجديد أو الخطة الجديدة هي تنقل بين المحافظات بهذا المعرض من خلال تسويق منتجات النساء الريفية. طبعاً وبتفرق دور الدائرة بيلعب دور كتير كبير في متابعة استمرار دعم هيدا المشاريع. بالضبط. يعني نحن في مشاريع صغيرة عم يتم دعمها بس ما تكون ضمن حدود القرية أو ضمن حدود محافظة دمشق، لا تنقل بين المحافظات فينا نقول. تماما. وبداية الأزمة صار معرض مركزي على مستوى السورية، كان في مقر طرطوس، ووجوده بنفس المحافظة بيصير في بيع كتير، يعني السيدة بتنتج كميات كبيرة كتير. هلا بتقول لك صناعات الغذائية، أنا مثلا منتجات الألبان والألبان، ما صار لي معرض ما بسترجي خاطر وأعمل كميات كبيرة، فعم يحد من إنه كمية المنتج اللي هي القادرة تطرحه. هي لما بتضمن إنه في معرض بأي محافظة كانت بيكون الإنتاج أكبر وطبيعي المردود أكبر، وهو الغاية بالنتيجة. طبعا سيدة سلوى، يعني هالمعرض قديش وسع خبرة البيع والشراء للسيدات، خاصة مثل ما ذكرنا يمكن إنه السيدة هي عم تعمل لبيتها أوقات أو لجيرانها، ما في هالنطاق الواسع. اليوم المعرض قديش قدم خدمة؟ هلا بيعرف الناس على المنتجات اللي نحنا، وبيساعدنا إنه نحنا نزيد دائرة التسويق عنا عن طريق المعارض الموجودة، وكانت بمحافظة دمشق أو بأي محافظة تانية. وقديش زاد وتوسعت خبرة التسويق اليوم عند السيدات؟ زادت أكثر من الأول، لأنه بتعرفي شو الناس بتحب، بتسألك عن شغلات، بتصيري مرة تانية إنه تشتغلي الشيء اللي بيحبوه أو بيطلبوه لمشان يزيد التسويق عنا. فيني أضيف فكرة؟ تفضلي. أنا هون لفتت نظري، يعني الصراحة هالسيدات صاحبات المشاريع مبدعات. يعني امبارح تفاجأنا إنه بفكرة عم يشتغلوا عليها، إنه بين المحافظات، إنه أنا ما عندي قدرة أشتري، ما معي سيولة تشتري منتج من غير محافظة، مو متوفر عنا، فبتروح بتبادلها.
يعني عم تروح تقول لها خذي هالقطعه الكروشيه انت مثلا من محافظه السويداء او محافظه حمص وانا باخذ من عندك منتج ثاني. بهالحاله بتكون صاحبه المشروع اخذته براس ماله بدون اي هامش ربح. فعم يشتروا هيك فكره كثير لفتت نظري ومميزه كانت. هي المراه السوريه دائما مراه منتجه بكل الاحوال. يعني نحن في عنا نساء من جميع المحافظات السوريه انتاج منزلي وطبيعي 100% ويدوي عم نحكي عنه. بس خلينا نحكي معك ست سلوى اهميه هي المعارض يمكن لكسر الوسيط، لانه دائما في عندك تفاجئنا نحن عم نسلط الضوء على هيدا المعرض يوميا ضمن برنامج صباحنا غير باسعار المنتجات اللي هي اقل من سعر السوق. هيدا المعرض كسر الوسيط، ما عاد في عندك وسيط هو ياخذ البضاعه يحتكرها او يرفع سعرها او يستغل يمكن السعر. فينا سيدي سلوى هلا سلوى لا لا لك سلوى وفاء لي بدكم اياه. اكيد شيء طبيعي. هلا مثلا اي منتج بينباع بالسوق بسعر معين هون عم يكسره عم ينزله هالهامش الربح اللي هو 20% او 25% بين المستهلك والمنتج. طبعا بيبيعوا كميات اكبر. هلا نحن هون بنتمنى على وزاره الزراعه وهن عم يشتغلوا، بس بنتمنى باسم السيدات نحن انه يصير تسويق لجهات لها علاقة. مثلا صار توجيه انه الفنادق تجي تاخذ هالمنتج. هلأ هون نحن بيصير دورنا انه نثبت منافسته للمنتج. نحن ككادر فني مؤهل لأن نتابع المشاركات. هلأ يمكن عم نحكي عن الكروشيه بيضل سوقه أقل لأنه غالي وهو له أزواج تكلفته غالية، تكلفة المواد الأولية غالية بالضبط متعب. بس المهم أنه كل محافظة أهمية المعارض أنه يكون المنتج منافس. وقت اللي بيكون منافس بيصير عم يحاولوا يعملوا مثل السباق بين المحافظات. يعني هذا عم يعمل هي الروح اللي كانت موجوده طبعاً. في منافسه بين المحافظات وبين النساء. طبعا بتلاقي المشاركه السنه غير سنه الماضيه غير سنه القادمه. بتلاقي كمان وقت بدنا نوجه، وقت بيوجه السيد الوزير او الدكتوره رائده او بنحاول نسعى لانه الجهات اللي لها علاقه تشتري هالمنتج من فنادق من التجاره السوريه الى اخره. وقت المنتج بيثبت نفسه بيصير هن يطلبوه. هلا نحن عم نحاول انه تعوا بلكي بتشتروا للفلاحات للسنه الجايه او المعرض القادم ممكن نطرح كميات أكبر. وبتصير كمان يصير معروف أنه منتج المرأة الريفية موثوق. وهون نحن التحدي اللي عم نشتغل عليه هلأ مو بس موثوق، يعني بالفعل في لمسة خاصة وفيها روح من كل سيدة عم تعطي روحها بهالقطعة. اليوم شو كان مميز ضمن المعرض سيدة وفاء؟ هلأ كله مميز والله للصراحة. هلأ طرطوس شوي تميزت بالمقطرات. عندنا مقطرات للنباتات الطبية والعطرية والزيوت الطبية والتجميلية، الاستخدامات طبية واستخدامات تجميلية. هلأ الصناعات الغذائية كل محافظة على خصوصية حسب المادة الأولية اللي عندها. ممكن غير محافظات فيها المجففات حسب الطقس. نحن طرطوس فيها مربيات البان. المنتجات الغذائيه برزت بشكل كثير كبير بالمعرض لانه منتجات طبيعيه 100% بالضبط. يعني انتاج منزلي ما فيها مواد كيماويه او حافظه. وراهم نحن وراهم انه كيف طريقه التصنيع المثلى. نحن بيخضعونا متاركيننا بالوزاره على هونا. نحن بنخضع لدورات تدريبيه هون على مستوى مركزي يعني المواصفات اللي بناخدها هون للمنتج الصحي النظيف الطبيعي بنوصلها للوحدات الإرشادية، وكادرنا بالوحدات الإرشادية عم يوصلها للفلاحة. فمو تاركين المنتج تشتغل على هواها في متابعة وراها. هلا بيبقى اسا يعني طموحنا أكبر على أنه يصير في مواصفات قياسية نشغل عليها، وهي يعني مبشرين انه راح يتم الشغل عليها. هيك بصير منافس مو بس على مستوى السوري، على مستوى ان شاء الله تصديري يعني. ان شاء الله هذا طموحي يعني عم نشغل عليه كثير ومنطالب فيه نحن هلا. ان شاء الله. سيده سلوى، يعني في شيء ثاني غير الكروشيه بيستهويكي؟ هلا في شغلات كثير، بس انا كثير بحب الكروشيه وبستمتع لما بشتغل بالقطعه. يعني بحس روحي عم تمشي مع هي اكثر شيء. لك مشاركات ان شاء الله بالاعوام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى دائما بتمنى. طب كيف كان اقبال الناس على منتجاتك على الكروشيه بالتحديد؟ الناس عم تحبه، عم تلاقيه كثير حلو، بس شوي عم يستغلوه لانه المواد الاوليه كثير غاليه. لهي عم تطلع احيانا قطعه غاليه وعم يلاقوا واو كثير غالي. غالي بس كمان انت نفس الشيء يعني باسعار ما فيها ربح كثير كبير. طبعا طبعا طبعا.
يعني سنة عن سنة الواحد يمكن بيكتسب خبرة أكثر، وأيضا بيستفيد من الأخطاء يلي صارت بهالموسم لحتى يتلافاها السنة القادمة. في شيء تحضيرات وخطط جديدة ببالكم؟ والله هي التحضيرات على مدار السنين، على مدار السنين. هلا ما بنوقف، هلا مو نحن هيك عم نحضر بنكون للمعرض القادم. يعني يعني مو انه على معرض بشكل انت بتتوقعي باي لحظه ممكن يصير اي نشاط انك انت تنزلي على معرض يجي بشكل مفاجئ ضمن المحافظات او ضمن المناطق عم نعمل. فالشغل يعني مو انه بتقرري تشتغلي، الشغل متواصل بشكل مستمر. بس هلا الفكره الجديده اللي عم نشتغل عليها، وكمان يمكن كنا نروج لها بس اكتشفنا انه المشاركات اشتغلوا عليها بشكل فردي، انه عم يحاولوا كذا كذا مشروع مثل الكروشيه. هلا انه ما عم يروح كثير لانه غالي. اتفقت الاخت سلوى مع كذا صبيه انه ندخل جلديات، ندخل على كروشيه، ندخل يمكن الفكره هي قادره اكسسوار مع الكروشيه مع جلديات نطبق. اجتمعنا اربع صبايا لنعمل مشروع مع بعضنا، وان شاء الله المعرض الجاي بنكون مبلشين فيه. هلا حتى يكون في يمكن يستهوي كل الاذواق، اللي بحب الجلد بلاقي موجود مع الكروشيه، او حتى الاكسسوار كثير عم نلاقي الاكسسوار. هو بدنا نطبق الاكسسوار مع الكروشيه قطع مميزه، بدنا ان شاء الله المعرض الجاي بنكون. بس قد جميل بهيك معارض يكون في تبادل الخبرات، يعني من خلال هيدا المعرض صار في مشروع مشترك بينك وبين السيدات. هي التبادل الخبرات بين المحافظات يمكن، والتنافس الجميل بمنتجات وابراز كل منتجات محافظة. طبعا هون لما بتشوفي شغل مميز بمحافظة تانية انت بدك تحسني حالك لتطلعي منتج احسن من اللي موجود هونيك. هي روح التنافسية الحلوة اللي بتشجع الشغل اكتر. سيدة وفاء، قديش حسيتي هذا المعرض بالفعل قدم آفاق جديدة وقدم خطط جديدة ونظرة جديدة لعمل المرأة الريفية اللي هي كانت بس محصورة ضمن قريتها أو ضمن محافظتها؟ بالضبط، بصراحة نحن عطانا حافز حتى نحن المسؤولات عن مشاريع المرأة الريفية. يمكن لما نشوف المشاركة عم تبيع وكتير مبسوطة، وأنه أنا اليوم بعت مثلاً ب10,000 أو بعت ب20,000، بتلاقينا نحن لأي درجة كتير حريصات على أنه نجيب مشاركات أكتر. لأي درجة نحن حريصات مثلاً ما نستهدف القرى اللي فيها بس مرأة ريفية، نشتغل على قرى كتيرة. يعني بالنتيجة هون نتاج عملنا، نتاج عملنا أنه لما المشاركة صار عندها دخل لها بتشجع غيرها. يعني هذا التوسع الأفقي على مستوى الوطن يمكن رح يعمل فرق، ورح يعمل رافعة هيك شوي اقتصادية صغيرة سنة بعد سنة لما بينتشر. والتحدي الأكبر أنه يصير معرض ويصير بيع. يعني لما المنتج فعلا منافس وفعلا جيد، وسواء كان صناعات غذائية ولا مشاريع أعمال يدوية، يعني هون نحن دورنا أنه يكون منافس على مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد، وتستقطبوا الشركات وتستقطبوا الفنادق. وعم نسعى للتصدير دائما، عم نقول بلكي بيكون منتج تصديري. التسويق قديش بتسعوله كمان أنتو كدائرة تنمية المرأة الريفية؟ يعني لأنه له دور كتير كبير اليوم، ونحن اليوم عم نشوف الناس كمان عم تسوق عبر السوشيال ميديا، الفيسبوك، عبر اليوتيوب. كمان لكم دور غير المعارض يكون في استمرار بهذا التسويق لمنتج المرأة الريفية. بالضبط، هلا عم نطالب. هلا بغير محافظات، بعض المحافظات صار عندهم سوق لمنتجات المرأة الريفية تابع لمديرية الزراعة. نحن يعني ان شاء الله انه قريبا طرطوس عم نحاول يكون عندنا سوق خاص لمنتجات المرأة الريفية. هلا اذا كان بالمحافظة بيصيروا ينتجوا، نحن بتشجع الفلاحة انها تقدم ليكون عندها مشروع، انها بتضمن انه راح يصير البيع. هلا نحن بنوجهها بالتدريب، بتقتنع بالفكرة، بس بتقلك انه بلكي انا ما بعت، والله ما بسترجي اعمل مثلا هالقد من مجففات التين، انا هذا بيخرب معي، ما بيضاين كذا شهر. في منتجات ما بتبقى لها. نحن كمهندسات زراعيات منوجه اكثر شيء للصناعات الغذائيه، فهي الصناعات ما كثير لها صلاحيه انها تستمر. صحيح. فوجود سوق على مستوى كل محافظه، هلا اللاذقيه بلشت يمكن حلب، بس حتى وزارة الزراعه تكفلت يمكن بجور النقل للسيده للمعارض. نحن بدنا سوق، هلا سوق طالب. يعني كان في يمكن مجهود كبير وفي تسهيل للنساء الريفيات من خلال تسويق منتجاتهم. هلا نحن بس يضمنوا انه في كل معرض كل سنه طبعا بيصير الانتاج كبير والمشاركات بيكتروا هن الموجودات، بس انه يتشجعوا يكون مشروعهم بهالكم الكبير لانهم يقدروا ينزلوا كميات كبيره من الانتاج وينافسوا. يعني نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، واكيد بنوجه تحيه كثير كبيره لكل مرأة ريفية عم تكون قد حالها ومعيله لعائلتها. شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم وكل التوفيق. شكرا لكم.
أكيد بدنا نتشكركم، ومثل ما قلتي أريد أن نوجه تحية للمرأة الريفية والمرأة السورية، لأنه فعلا خلال زيارتنا للمعرض على مدار أيام متتالية تفاجأنا بالإنتاج المميز وله لمسة خاصة سورية. شكرا كثير لكم.